حبايبي أبطال الصف الخامس الابتدائي، مستر نصري loves you so much. يلا مع بعض نحل اختبارات كتير طبقا لأحدث مواصفات امتحان شهر أكتوبر. السؤال الأول لأبطال عبارة عن choose the correct answer، 3 أسئلة. السؤال الثاني read and write the correct form of the words، 5 نقاط. السؤال الثالث bank it with the following sentence، علامات ترقيم. ركز كويس، هدفنا الحصول على الدرجة النهائية. Choose the correct answer from A, B, C or D. My favorite healthy صحي food is، طعامي الصحي المفضل هو إيه؟ تركيزي على كلمة healthy، صحي. برجر؟ لا طبعا. بيتزا؟ مش ممكن. تشيكن؟ أيوة. شوكليت؟ شوكليت is unhealthy if you eat a lot، لكن تشيكن إجابة الصحيحة. هداية is good at sports، كلنا عارفين هداية ملاك. Is good at sports، she is a famous، هل هي مهندسة، مدرسة، طبيبة ولا أثليت، لاعبة قوة؟ أكيد إجابتي أثليت. I use my rackets. rackets مضارب، إيه الرياضة اللي ممكن نستخدم فيها مضارب؟ كراتي؟ مش ممكن. فوتبول؟ أبدا. كونغ فو؟ مستحيل. يبقى إجابتي هتكون سكواش أو تنس. هنا المتاح عندي سكواش. احذف الإجابات الخطأ، هتساعدك كتير على الحل. بعد كده يا أبطال عندي سؤال read and write the correct form of the words between brackets، محتاج تركيز علشان أعرف أحل صح. هنا يا أبطال بيقول لي there are جمع، يبقى على طول ان دي خطأ ومش هينفع كمان معاها علشان معتمدة على اسم مفرد بيبدأ بصوت ساكن زي كلمة بن، a pen، a book، لكن ان يا أبطال مع اسم مفرد بيبدأ بصوت متحرك، an apple، an egg، an orange، an ice cream، an umbrella. أو an محتاجة اسم مفرد، a صوت ساكن لكن an صوت متحرك، an apple، an egg، an orange، an ice cream، an umbrella. يعني ان يا مستر محتاجة اسم مفرد بيبدأ ب a او e او i او o او يو. اكتبهم من فضلك وركز معايا كويس. طيب بالنسبة لسم، سم يا بطل بيجي بعدها حاجة من الاتنين، لا اما كمية سم جوس، سم ووتر، سم ميت، some money، ايوه money uncountable لا تجمع، some rice، بيجي بعدها جمع كمان، يعني ممكن اقول some pens، صح، some books، اجابه صحيحه، some apples، جمع طبعا، اجابه صحيحه. علشان استخدم يا بطل يا حبيبي any، لازم ألاقي في الجملة واحدة من الاتنين، لما جملة منفية فيها not، isn't، aren't، don't، doesn't، didn't، can't، will not، يعني جملة منفية ويجي معاها any، يعني جملة منفية و any. زي احنا قلنا ممكن أقول there isn't أو is not any
يبقى محتاجة على طول كمية any juice، عشان isn't طبعا يا بطل، any juice. حاضر، اتي كابيتال. ملاحظة رائعة من طالبي حبايبي، بيكتبوا معانا في التعليقات والشات متابعين البث المباشر، there isn't any juice. ممكن كمان الجمع، طبعا there aren't، there aren't ايه؟ any، لازم يجي بعدها بلورال، جمع grapes. يعني لو جملة منفية على طول any. طيب في حالة السؤال طبعا is there any milk، كمية، وسؤال هل يوجد أي حليب، any في حالة السؤال وحالة الجملة المنفية، are there any bananas. هنا any بيجي بعدها جمع bananas، بيجي بعدها كمية ميلك، عادي جدا ما يأثرش اللي يجي وراها ايه، لكن اهم حاجة اني بتيجي في حالة الجملة المنفية، اني بتيجي في حالة السؤال. ما انساش كمان الملاحظات في حالة الاوفر، عرض، would you like some، حبايبي طلابي متابعي حافظينها، would you like some، أنا بعرض عليك يا بطل بعض من العصير، Would you like some juice؟ بعرض عليك بعض من التفاح، Would you like some apples؟ عادي جدا، شايفين يا أبطال؟ كمية some juice، جمع some apples، ده أسلوب offer، عرض. في حالة كمان request، طلب. Can I have، can I have some water، كمية، عادي جدا، pineapples، plural، جمع، مفيش مشكلة، ده اسلوب ايه ابطال، request بمعنى طلب، offer او request يبقى some على طول، ده سؤال حبيب قلبي، offer request على طول some. ايه كمان يا مستر؟ suggestion، اقتراح. how about، وما تنساش بيجي بعدها ing، how about buying، شراء some، ايه رأيك يا ماما نشتري بعض من الحليب، How about buy ولا buying يا مستر، اي ان جي، رائعين يا ابطال متابعي كمان على الشات، ايوه How about buying some milk، لو الصوت واضح دوس لايك. ممكن كمان نشتري بعض من البصل، some onions. شايفين انا عايزك تركز معايا، بعد some كمية او جمع، بعد any كمية أو جمع، ما يجيش بعديهم مفرد خالص، وده أسلوب إيه؟ زي ما قلنا suggestion بمعنى اقتراح يا بطل. يلا نحل مع بعض ونكمل. There are a and grapes، grapes جمع، يبقى على طول some ولا any؟ some طبعا، positive، جملة مثبتة، affirmative. I would like to buy new skirt، جيبه واحدة جديدة، آه ليه يا مستر؟ new تبدأ بصوت ساكن. تعال نشوف مع بعض قاعدة كمان، عارفين يا أبطال جيد في good at، سيء في bad، bad at، عظيم great، at great at عظيم، في لازم يجي بعدهم verb ing، عايز اقول انا جيد في الكتابة، I am good at write، غلط يا مستر، لسه قايل لك حالا بعد good at ing،
I am good at writing. The monkey. The monkey is bad at swim or swimming? Swimming. ING. Birds. الطيور are great at fly. حبيبي ركز معاي. بعد good at bad at great at ING flying. ما تنساش كمان better than. I am better at football. ممكن أقول playing football عشان يجي بعدها ING. Playing football then. أيوة I am at playing tennis أو sailing. Sail ولا sailing؟ Sailing ING. نكمل يا أبطال. Number three, my sister is very good at write. Write خطأ بقى. إيه الصح؟ ING writing. I am good at طبعا at. Let's plus infinitive. Let's go. بعد let's يا أبطال الفعل بدون إضافات. Let's go. ما ينفعش أقول let's going ولا let's went ولا let's goes ولا lose كمان. Let's go. Bank it with the following sentence. الحرف الأول لازم يكون capital. هو جايبهولي أساسا capital. حبيبي اكتب الجملة كلها علشان تتأكد من كل حاجة موجودة في القطعة. وفي السؤال What sports do we have in Egypt؟ دي دولة مصرنا الحبيبة. لازم الحرف الأول يكون إيه؟ كابيتال. طيب في حاجة تانية أضع في النهاية فول ستوب ولا كويشن مارك؟ على حسب البداية. وات يعني ما أو ماذا، يبقى في النهاية كويشن مارك. رائع يا أبطال. يلا مع بعض وجهز ورقة وقلم وحل معايا الاختبار الثاني. Choose the correct answer يا أبطال. We had cheese and for breakfast. وجبة الفطار ممكن آكل إيه مع الجبنة؟ ميت؟ لا طبعا. كشري. كشري مع جبنة. برجر مع جبنة في الفطار ولا إيجز؟ أكيد طبعا البيض شيء أساسي في وجبة الفطار. We can't swim. لا نستطيع أن نسبح. Because there is too much. يوجد الكثير جدا 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 in the sea. يوجد الكثير من إيه؟ معادن. كانت غاصت مش هي أثر على يهود. لا طبعا. بيبر ولا بلاستيك. علشان كده مش قادرين نسبح ونعوم. We need a tennis. نحتاج لتنس ايه؟ to practice a lot. لكي نتدرب كثيرا. تنس بيتش؟ لا فوتبول بيتش ملعب كرة القدم. تنس كورت؟ ايوه يا مستر ملعب التنس اسمه تنس كورت. سكواش كورت كمان. بول سويمينج بول. حمام السباحة روم دي غرفة. يلا يا أبطال السؤال التالي عبارة عن correct the form of the words between brackets. I am Dahlia. I am good. Good at. Excellent. There. Great at. Great at ING. Mr. You're helping. How about ING كمان؟ Buying. Would you like offer art? Would you like some? Can I have some? How about buying some? My dad grew lemon tree.
شجرة واحدة بس، شجرة ليمون. تبدأ بصوت ساكن، ساكن في حي السيدة وحبيبي ساكن في الحسين. elementary. Banquet with the following sentence. اكتب الجملة كلها واقراها، هتلاقي طبعا الإجابة الصحيحة. هو يبقى على طول في النهاية full stop. He works in a team from the school concert. الحفلة الموسيقية المدرسية. وفي النهاية فول ستوب طبعا. ريدي أبطال، النموذج الثالث مع مستر نصري. الدرجة النهائية شعارنا يا بطل. Choose the correct answer. It's a very bad dream. Bad dream، حلم سيء. Emissions، انبعاثات. لا، smoke، دخان. Nightmare، كابوس. ايوه هو ده اللي انا بدور عليه. Bad dream. Breath، النفس. لا، football is the most sport in Egypt. I love it very much. بحبها كتير قوي. شايفين؟ love. horrible، فظيعة. dangerous، خطيرة. popular، شعبية محبوبة. هي دي. boring، مملة، ما كانش حد حبها. it's important to eat، من المهم أن تأكل. من المهم أن تأكل إيه؟ طعام. طعام صحي طبعا، محتاج adjective، صفة. fast food، طعام سريع، الوجبات السريعة مضرة. unhealthy، لا، healthy food. سؤالنا التالي يا أبطال، read and write. سلمى is good. سلمى is good at. سلمى is good at playing handball, but she is bad at tennis. They are good at reading English. هم جيدين في قراءة اللغة الإنجليزية. But they، أول ما أشوف كلمة but يبقى على طول في تناقض. But they are bad at art. Are there any rice؟ rice كمية، معاملة المفرد، يبقى على طول is. وكمان عندي حاجة تانية ملاحظة، شايف الإجابة؟ yes there is، يبقى على طول هبدأ ب is. How about buy some bananas؟ لسه قايلين how about ing buying. there aren't any يا أبطال. there aren't any، ليه يا مستر؟ جملة منفية يا بطل. there aren't any oranges in the kitchen. What was Ahmed doing at 3 p.m. yesterday؟ الحرف الأول كابيتال، تمام، هكتب الجملة وهقر. What was Ahmed، ده اسم الشخص في نص الجملة، عادي الحرف الأول يبقى كابيتال. What was Ahmed doing at 3 p.m. yesterday؟ عندك مكان كمل في نفس السطر. yesterday، أضعف النهاية question mark. بدأنا بوات، غيرت الحاجتين المطلوب مني. أيوة أحمد اسم شخص في النهاية question mark. يلا يا أبطال، اختبار جديد مع مستر نصري، مفيش، مستحيل. I wear my swimming to protect my eyes. ارتديت my swimming goggles، النظارات خاصة بالسباحة. to protect my eyes، حماية العيون. shorts، لا طبعا، سود بدلة ولا بول حمام السباحة. حد بيرتدي حمام السباحة؟ على فكرة هزعل جدا جدا لو لقيت نسبة حلالي بول. I wear، ارتدي، ركز كويس. What's your favorite
space I like it chicken. Chicken ده طعام food. طيب لو قال لي football كنت اخترت sport. لو قال لي English, Arabic, math, social studies كنت اخترت subject مادة دراسية. لو قال لي water juice يبقى على طول drink. لكن هنا chicken دجاج نوع من أنواع الأطعمة المفضلة. I buy fresh vegetables at the أشتري خضروات طازجة فين؟ at the market طبعا. ركز كويس في السؤال اللي جاي، زي ما متفقين الأسئلة هتظهر قدامك. وقف الفيديو، حل الأسئلة، وبعد كده شغل الفيديو مرة تانية وتأكد من الحل معاي. There aren't جملة منفية يا مستر تاني، يبقى على طول any. جملة منفية أو سؤال any. Aren't any. Isn't any. Don't any. Don't have. Doesn't have. The students are good at speak. Good at يا مستر ING. Speaking ING. Would you like orange juice? Orange juice كمية. وده عبارة عن offer عرض يبقى some. Would you like some orange juice? My mother needs onion. بصلة واحدة بس. تبدأ بصوت متحرك an onion. آسر is bad at playing. آسر سيء في لعب التنس تنس. But he is bad at helping me on the kitchen. وكمان سيء في مساعدتي في المطبخ. يبقى أكيد طبعا هو جيد في لعبة. ما ينفعش أقول باد مرتين علشان عندي كلمة بط ولكن في تناقض. جلبية is my favorite traditional clothing. حرف الأول كابيتال جي. أكمل الجملة. جلبية is my favorite تراديشنال تقليدي. كلوزنج أضع في النهاية فولو ستوب. طبعا يا أبطال جي كابيتال لو عندك مكان تكمل. يلا يا أبطال حل اكسرسايز كمان. I have a tree in my garden. هو قال لي a. شايفين؟ يعني لازم يكون مفرد singular. يعني potatoes مش هتنفع. lemons مش هتنفع. fish ما فيش أشجار سمك. لكن إجابتي هتكون mango tree. throwing plastic bags in the rivers. إلقاء الأكياس البلاستيكية في الأنهار بيسبب إيه؟ sound pollution. يا مستر ده قال لي rivers يعني أنهار، يبقى على طول water pollution تلوث مياه، مش air pollution ولا land pollution ولا sound pollution. I love squash. بحب السكواش. I use my to play it. I use my rackets طبعا. سكواش أو تنس بستخدم راكتس. سويمينج جوجلز مش ممكن طبعا خاصة بالسباحة. فوتبول بوتس كرة القدم. سوت بدلة. يلا يا أبطال مع بعض هنا correct. Have you got some pineapples؟ هو ده مش اسلوب عرض ولا طلب ولا اقتراح، لا ده سؤال عادي. أنا بسألك هل لديك هل عندك. أنا ناس وجمع وده سؤال، يبقى على طول هستخدم any. I want to eat apple. كم تفاحة؟ one apple. an apple. where about buying some pineapple؟ أنا عندي حلين، ممكن أقول how about أو what about. أي واحدة فيهم صح. How about ING أو what about ING.
والاثنين نفس الاستخدام بأسلوب الاقتراح. سارة is great at ING يا مستر. do هتبقى doing على طول. good at, bad at, great at, better at, ING. I am good at speak French but I can speak English well. I am bad. في ملاحظة بسيطة، هنستخدم بدل speak هتبقى speaking. Thank you for helping me علي. على ما أظن الجزء الأول كله ينزل زي ما هو. Thank it captain you for helping me علي. الاسم حرف الأول يبقى كابيتال وفي النهاية follow stop. يلا يا أبطال نحل التدريب السادس. we play basketball in the نلعب كرة السلة in the إيه؟ yes gymnasium في الجيم. I think cats make the best bets. طبعا يا أبطال. It's good for the soil. It's good for the soil. Natural fertilizer. Read and write. حبايبنا طلاب الصف السادس الابتدائي. الجزء ده خاص بيه. We play football in the gymnasium. I think cats make the best bets. It's good for the soil. Natural fertilizer. الأسمدة العضوية. Read and write the correct form of the words between practice. We always walk to school because our school is far. مدرستنا بعيدة جدا. يبقى بالتالي هنمشي ولا مش هنمشي؟ أبدا طبعا ما فيش مشي يا أبطال. يبقى إجابتي هتكون إيه؟ Yes, never. We never. They don't take مضارع بسيط. I و they we you فعل في المصدر. We never are late to school. طبعا ظرف التكرار بيجي بعد verb to be يبقى ال are never. That's the teacher الذي شخص عاقل يبقى على طول هو. The children are very excited متحمسين. شعور. Basil is clever and good at math. Basil البي كابيتال is clever and good at math. مش هكبر ماس طبعا، انا بكبر اللغات بس زي عربيك انجلش. وفي النهايه ابطال في follow stop. don't fear مستر نصري is here. شجعنا نكمل بتعليق جميل منك.